المواطن يعيش فينا وطن الطموح والمستقبل. نحدثكم بكل فخر عن وطن يحمل راية التوحيد ويقف شامخا كرمز للإسلام والمسلمين. نعم يا سلطان، وطن شكل علامة فارقة في جبين المجد، وشكل مزيجا متفردا بين عراقة التاريخ ووحدة الحاضر وأحلام المستقبل. قطوف، هل تذكرين حديث الملك سلمان حفظه الله حينما قال: هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك. نعم يا سلطان، أذكر ذلك جيدا، كما أذكر حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله حينما قال: طموحنا أن نبني وطنا أكثر ازدحاما يجد فيه كل مواطن ما يتمنى. جميعنا نذكر هذه العبارات التي حفظها كل سعودي وسعودية، ومع كل منجز ومشروع عظيم للمملكة نزداد يقينا أننا أمام قادة أفضل يعملون لحاضر الوطن ومستقبل الأجيال. هل سمعت يوما عن اليوم؟ نعم، أسمعها في كل مكان، لكنني لا أعرف الكثير عنها. إنها مدينة تعمل بنسبة 100% للطاقة المتجددة لتكون نموذجا جديدا للحياة المستدامة والعمل والازدهار، مما يمكن البشرية من التقدم دون المساس بصحة كوكب الأرض. هل تعلم لماذا سميت بهذا الاسم؟ لقد تم ذبح حرف الام، وهو أول حروف اسم ولي العهد، وأول حرف من كلمة المستقبل مع كلمة نيوم من اللغة الإغريقية والتي تعني جديد، ليتكون من خلالها الاسم الذي يشكل منارة التغيير في العالم. رائع، ولقد سمعت أيضا عن مشاريع البدية والبحر الأحمر وروشن والدرعية ومشاريع الطاقة المتجددة وغيرها الكثير.